ألوان مختلفة وأصوات متعددة ملأت هذا المكان الذي يحتوي على أكثر من 100 طير من حمام الزينة. التعريف بهذا النوع من الطيور كان هدف المعرض الأول لنادي مصراتة لتربية حمام الزينة. وهذه الهواية طبعاً مشهورة في ليبيا أو موجودة منذ القدم، ولكن احنا حاولنا أن احنا نديروها في شكل كيان أو في شكل جهة يعني توضح هذا العمل بشكل أفضل، اللي هو قمنا بقيام بهذا المعرض. والحمد لله هذا المعرض يعني يعتبر من أحد أول الأعمال الذي تم القيام به في ليبيا. إنجاز ولد بمجهود من مختلف المدن الليبية لتحسين مستوى المربين وفتح فرص التنافس بينهم من خلال عرض الأنواع المختلفة من حمام الزينة. يعني المعرض هذا بيعطينا إننا نحن نتعرف على بعضنا ونشوف بعضنا ونكسب الخبرة في المواصفات الحمام. يعني المربين كل يوم تخش علينا حمامة جديدة، إحنا بمعنى أني أنا مرات نشوف حاجة نحاول نطور من نفسي ونركب حاجة جديدة نطلع حاجة كويسة باش أني نستفيد ويستفيد المربي ويستفيد حتى المربي الجديد. تشكيلة كبيرة من طيور الزينة الرقيقة الملونة يتباين سعر الواحدة منها بين 1000 إلى 50 ألف دينار ليبي. معرض لم يكن له أن يجد النور لولا تضافر جهود من مختلف المدن الليبية في خطوة تعكس الثراء وتنوع طيور الزينة في البلاد. إقامة ناد لحمام الزينة داخل مدينة مصراتة خطوة إيجابية كما يراها المربين داخل المدينة، وأنها تعزز من روح المنافسة وتفتح أفاقا اقتصادية للمربين. عبد المنعم البوري، مصراتة.